بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنستكمل مع بعض شرح برنامج الساب 2000. في الحلقة دي عاوزين نعرف ازاي هندخل احمال الرياح واحمال الزلازل على برنامج الساب على المنشأ في 3 دايمنشن. وليكن عندنا منشأ ارتفاعه 26 متر مكون من طابق الارضي ارتفاعه 5 متر وسبع ادوار علوية، يعني هو 8 ادوار كله على بعضه، ارتفاع كل دور متكرر 3 متر. المنشأ ده عبارة عن منشأ سكني سيقام في مدينة الزقازيق بجمهورية مصر العربية. مدينة الزقازيق موجودة في خريطة الزلازل في المنطقة الزلزالية الثالثة اللي هي زون 3. جهد التربة تحت منسوب الأساسات وليكن 1.5 كيلو جرام على السنتيمتر مربع، فدي تربة متوسطة المقاومة موجودة في الكود المصري. سويل اسمها سويل سي زي ما هنشوفها دلوقتي في الجدول. احمال الرياح والزلازل اللي هي الاحمال الافقيه هتقاوم بمجموعه من الشير وولز بالاضافه لمجموعه الاعمده الموجوده عندي المتربطه ببعضها بالفلات سلاب او بالكمرات المحيطه بالسلم. البلان بتاع المنشا ده احنا كنا حلينه قبل كده، عباره عن بلاطه فلات سلاب مرتكزه على مجموعه اعمده، وفي عندي 4 كمرات بس حوالين السلم مربطين الاربع اعمده بتوع السلم. وليكن ان احنا الاعمده دي كنا صممناها قبل كده تصميم مبدئي على شيت الاكسل بتاع الفيرتيكال لود اللي هو بيصمم الاعمده نتيجه الديد واللايف بس بالكيس اللي هي الالتيميت ديت. وصممنا الاعمده وليكن انها طلعت نموذج واحد وكلها طلعت 80 في 30. والشير وولز فرضناها انها 3 متر في 25 سنتي اللي هم 4 شير وولز الموجودين عندي دول، ديت وديت وديت وديت. الاربعه شير وولز دول انا عملتهم علشان يقاوموا احمال الرياح واحمال الزلازل، ولسه هنعمل لهم تشيك. ممكن يبقوا كبير قوي زياده عن اللازم فممكن اقللهم بحيث ان انا اوفر في التكاليف، ممكن يطلعوا قليلين فاضطر ازود عليهم او اكبرهم او احول عمود من الاعمده ديت لشير وول هو كمان. بالنسبه للخطوات اللي انا هعملها علشان اطلع قوة الرياح والزلازل وادخلها على المنشأ واطلع النواتج بتاعتي، الخطوات الاساسية هي عبارة عن الخطوة الاولى حساب وزن المنشأ، الخطوة التانية حساب احمال الزلازل على المنشأ، الخطوة التالتة حساب احمال الرياح على المنشأ، الخطوة الرابعة اني ادخل على الساب وارسم المنشأ كامل في 3 دايمنشن، الخطوة الخامسة اني اعرف حالات الاحمال في الساب سواء كانت ويند او ايرثكويك واحط عليها الاحمال بتاعتها، الخطوه السادسه اني احل المنشا واظهر النتائج سواء كانت مومنت او نورمال او شير نتيجه الويند والايرثكويك، الخطوه السابعه ان انا اصمم الاعمده تصميم نهائي هي والشير وولز بناء على الاحمال اللي هي نتجت من الويند لود والايرثكويك فورس بالاضافه للاحمال اللي جايه من الديد واللايف قبل كده اللي كنا حلينها في البلان. البرنامج اللي هنصمم بيه الحوائط او الاعمده اللي هو اسمه سي اس اي كولم، هو تبع نفس الشركه اللي عملت برنامج الساب برضو او برنامج الايتابس او برنامج السيف. لازم نبقى عارفين مجموعه مفاهيم ان انا عندي الزلزال عباره عن ماس كتله مضروبه في عجله اللي هي الاكسلريشن، الكتله في العجله بتطلع لي فورس، العجله جايه من الهزه الارضيه، الكتلة هي عبارة عن وزن كل دور في المنشأ هينضربوا في بعض يطلعوا عجل يطلعوا قوة بتأثر على المنشأ وتعمل فيه ستريننج اكشنز مومنت ونورمال وشير. ولذلك دايما الارثكويك فورس بتتحط في السنتر اوف ماس بتاع المنشأ، لكن بالنسبة للويند لود ديت عبارة عن البريجر بتاع الهواء بيتعرض للواجهة بتاعة المنشأ بيتركز في السنتر بتاع الواجهة سواء كان في اتجاه اكس او في اتجاه واي، يعني في قوة هنا كده في سنتر الواجهة دي اسمها ويند اكس، عمودية على الواجهة اللي هي في اتجاه واي، وبرضو في هنا قوة في اتجاه واي اسمها ويند واي عمودية على الواجهة الموازية لاكس، دول هيتحطوا في مركز الواجهة. لكن قوة الزلزال اللي هي الارثكويك وليكن هنرسمها باللون الاحمر هنا هتتحط في النقطة دي اللي هي السنتر اوف ماس اللي هي مركز الكتلة ديت الارثكويك في اتجاه اكس وده الارثكويك في اتجاه واي. يبقى انا عندي 4 قوى المفروض اطلعهم في كل دور،
قوه ارثكويك في اتجاه اكس وفي اتجاه واي، وبرده في اتجاه اكس في ويند فورس وفي اتجاه واي برده في ويند فورس، يبقى اربع قوى لكل دور من ادوار المنشا. احمال الزلازل طالما ان هي كتله هتنضرب في عجله، العجله هيطلعها لي الكود المصري بتاع الاحمال بتاع 2008. طب الكتله اللي هي الماس، الكتله هنجيبها من وزن الدور. وزن الدور بتاعي الكود المصري بيقول ان ساعه ما يكون في الزلازل باقصى شده معرضه على المنشا بتاعي هناخد الديد لود زائد ربع اللايف لود، هم دول الكتله الزلزاليه اللي هنطلع منها القوه الزلزاليه. ده حسب نوع المنشا. بالنسبه للمنشا السكني اللي هو منشا عادي ممكن ناخد ربع اللايف لود بس مضافا اليه الديد لود، لكن في نوعيات من الاحمال تانية او نوعيات من المنشات تانية زي الجراشات زي المستشفيات زي المنشات اللي هي بتستخدم في حالات الطوارئ وبتكون محمله باحمال عاليه ما ينفعش ان ناخد فيها ربع اللايف لود. على سبيل المثال مثلا المستشفيات في حاله الزلزال بتبقى مشغوله وبيبقى في كوارث في البلد، بيبقى في المناطق ديت من المنشات اللايف لود متكدس، فما ينفعش ان انا اخد ربع اللايف لود، ممكن اخد اللايف لود كامل او 4/10 منه زي ما هنشوف دلوقتي كده في اشتراطات الكود. بالنسبه لتصنيف التربه تحت الاساسات بتاعه المنشا هنشتغل على السويل سي. اللي هي التربه اللي هو مديها لي اللي هي 1.5 كيلو جرام على السنتيمتر المربع اللي هو البيرين كاباستي. برضه بالنسبه لمجموعه الاهميه بتاعه المنشا، المنشا ده منشا سكني عادي ما هوش منشا طوارئ، فهناخد مجموعه الاهميه او اللي هو معامل الاهميه بتاعي بواحد اللي هو ده. بالنسبه لنسبه الحمل الحي اللي انا هاخده هناخد طالما ان ده منشا سكني هناخد ربع اللايف لود بس بالاضافه للديد لود كامل اهي، لكن زي ما قلت ان في مسارح وجراشات ومدارس ومستشفيات ومخازن غير رئيسيه، المنشات ديت والمباني العامه ما ينفعش ناخد فيها ربع اللايف لود، هناخد فيها نص اللايف لود. المنشات بقى اللي هي محمله باحمال عاليه جدا لفترات طويله زي خزانات الميه والصوامع والمكتبات المحمله بكتب ديت مش هيتشال منها الاحمال، فدايما اثناء الزلزال هناخد فيها اللايف لود كامل زائد الديد لود كامل. انا عندي المنشأ ده سكن هناخد ربع اللايف لود بس بالاضافة للديد لود اللي هيبقى ثابت مش هينفع يتشال. ندخل اول خطوة علشان نحسب وزن المنشأ او وزن الكتل او وزن الدور بتاعي او كتلة الدور بتاعي اللي انا هحسب منها القوة الزلزالية. بعد كده الخطوة التانية يبقى نحسب احمال الزلازل. نبدأ في الخطوة الاولى، احسب وزن المنشأ ازاي؟ هندخل على برنامج الساب ونطلع الرياكشنز بتاعه الدور الواحد نجمعهم ونضربهم في 1.1، يبقى احنا كده طلعنا وزن الدور، نضربه في عدد الادوار نطلع وزن المنشأ كله. ندخل على برنامج الساب، هنفتح ساب فيرجن 14 لان ساب فيرجن 10 بيدي مشكله في ادخال احمال الرياح اللي هي في اليوزر لوز في حالات التحميل. ساب فيرجن 14 تقريبا هم عدلوه وظبطوا الجزئية ديت فيه. نفس المشكلة برضو في ساب فيرجن 12 زي ساب فيرجن 10. واللي فيه هنا ايرور. وكان مشكلة بس في اللايسنس بتاعته وعملنا الكراك واشتغل. هنفتح الملف بتاعنا من اوبن. الملف الفلات سلاب ده كنا احنا حلينه قبل كده على ساب فيرجن 10، هنكمل على ساب فيرجن 14 احمال الرياح والزلازل. قلنا ده كان معمول على فيرجن 10 هنحوله لفيرجن 14. اوكي مفيش مشكلة. فتح الملف اهو، لكن هو فك الحل لان هو حول من فيرجن لفيرجن تاني. هنحفظه بس باسم فايل سيف از
عشان بنبوظ الملف القديم، وليكن هنسميه lateral load analysis. ونحله تاني علشان نطلع الرياكشنز زي ما قلنا، اللي هنطلع منها وزن الدور. كده هو هطلع النتائج. انا عايز اطلع بقى الكومباينيشن بتاعت الديد زائد ربع اللايف، انا مش عايز اطلع الرياكشن بتاعت الديد واللايف كامل. من ديفاين لود كومباينيشنز نعمل كومبو جديده اسمها ديد زائد ربع اللايف ده، او اي اسم تاني، المهم ان انا اضيف فيها الديد لود كامل زائد ربع اللايف لود. يبقى الكومباينيشن دي هتطلع لي الديد وربع اللايف. اوكي، نظهر الرياكشنز بقى بتاعت الديد وربع اللايف ديت ونجمعهم في التيبلز هنا من ديسبلاي شو تيبل، نطلعهم في تيبل وبعدين اجمعهم على الاكسل. نقول له هنا طلع لي الجوينت اوتبوت الرياكشنز بس، وسلكت لود نختار هنا الديد زائد الربع اللايف. اوكي هيطلع لي هنا تيبل فيه ال 13 من 1 ل 13 عمود اللي عندي. العمود ده كده لو جمعناه هيطلع لي وزن الدور، نجمعه على الاكسل، نصدره على الاكسل من فايل اكسبورت كارنت تيبل تو اكسل. كده هو هيروح على برنامج الاكسل يبعت لي القيم ديت. لو جمعنا العمود ده كده هيطلع لي وزن الدور، لكن هضربه في 1.1 علشان نطلع معانا وزن العمود في الاعتبار. يبقى هنضغط على الخانه اللي تحت العمود ده ونضغط على اوتو سم، اوتوماتيك سميشن، نضغط انتر. كده جمع لي العمود ده كله وحطه هنا 188 طن، ده كده وزن الدور الواحد، لكن هضربه في 1.1 يعني الخانه اللي تحت دي نقول انها بتساوي الخانه ديت في 1.1، طلعت 207.5 طن. ده كده الفلور ويت، ده وزن الدور. طب انا عايز اطلع البيلدينج ويت اللي هو بيساوي الفلور ويت، يبقى ده كده بيساوي دي في 8، لان انا عندي 8 ادوار. يبقى وزن المنشأ كله 1660 طن، وزن الدور الواحد 207 طن. ونحفظ ديت، نعمل دن. وانا كده خلصت الخطوة الاولى زي ما قلنا هنا، اني عايز احسب وزن الدور ومنه احسب وزن المنشأ، ودي خلصناها. الخطوة التانية ان من الاحمال اللي انا طلعتها دي او من الكتل اللي انا طلعتها دي للدور او للمنشأ كامل، نحسب احمال الزلازل على المنشأ. في عندنا شيت اكسل عاملينه جاهز هنا نحسب بيه احمال الزلازل، الشيت اهو بيقول لي دخل لي هنا السويل تايب اللي هو نوع التربة A ولا B ولا C ولا D. التربة اللي عندي نوعها C. الزون بتاع المنطقة اللي انا هشتغل فيها اللي هي الزقازيق الزون 3. الريدكشن فاكتور 5 اللي هو حسب السيستم اللي هيقاوم الرياح والزلازل. السيستم اللي هيقاوم الرياح والزلازل عبارة عن شير وولز زائد مجموعة من الأعمدة متربطة بكاميرات او متربطة بفلاس لاب. يبقى الريدكشن فاكتور بتاعهم 5 حسب الكود المصري للأحمال، ودايما ده ثابت. التوتال ويت بتاع البيلدنج اللي وزن المنشأ كله 1660 طن زي ما قلنا. التوتال هايت اوف بيلدنج 26 متر، اللي هم الثمان ادوار بتوعي، سبعة ادوار كل دور 3 بالاضافه للدور الارضي 5. الامبورتنس فاكتور اللي هو عامل الاهميه 1، لان ده منشأ سكني عادي ما هوش منشأ طوارئ. كده هيكون طلع لي هو هنا التوتال بيز شير اللي هي القوة الزلزالية الكلية بطريقة الايكويفالنت لود او السمبليفايد ريسبونس سبيكتروم ميثود. دي 81 طن، دي هتبقى مؤثرة عند منسوب الاساسات. المفروض انها تعمل فايبريشنز للكتل اللي فوق، كل دور هيدخل عليه قوة معينة. كل ما ارتفاع الدور ده بيزيد عن منسوب الاساسات بيزيد لفوق، كل ما كانت القوة المؤثرة عليه زيادة، لان الاكسلريشن اللي هيتحرك بيها ساعة الزلزال هتبقى عالية جدا. فهنا مطلع لي كل دور عليه قوة قد ايه، لكن هنا
بيديني الارتفاعات بتاعت الادوار، كل دور من منسوب الاساسات. الدور الارضي من منسوب الاساسات 5 متر اللي هو سقف الدور الارضي، وبعدين اللي بعد كده 8، يعني كل دور بيزيد 3 عن الخمسه الاولانيه ديت. فانا عايز هنا اقصى حاجه ليا 26 متر، فهنمسح دول. يبقى انا كده عندي 8 ادوار بس من 5 لحد 26، في سقف عند 5 وفي سقف عند 26، دول كده الاسقف بتوعي كلهم. ال WI اللي هو وزن الدور الواحد اللي انا مطلعه هنا اهو 207.5 طن، المفروض ان انا هدخله هنا، هدخل دي كلها 207.5 طن اهي، كل قيمه فيها وزن الدور الواحد. لو عندي الادوار دي مختلفه، يعني في دور هولو بلوك، دور اللايف لود عليه صغير، دور اللايف لود عليه عالي، الاحمال مختلفه او الكتل المختلفه بتاعت كل الادوار، هندخل وزن كل دور لوحده. لو هم متساويين هندخل كل الادوار متساويه. بعد كده البرنامج هيطلع لي القوه الزلزاليه المؤثره على كل دور. يبقى عند زد ب5 قوه زلزاليه ب2، عند زد ب17 قوه زلزاليه ب11، عند زد ب26 القوه الزلزاليه ب17. هنلاحظ مع الارتفاع الزلزال قوته بتزيد على كتله المنشا او على كتله الدور بتاعي. ده اللي انا هدخله للبرنامج الساب اللي هو العمود ده، هنحفظه تحت هنا لحد لما نطلع احمال الرياح بالمره. الخطوه اللي بعد كده اللي هي الخطوة الثالثة، حساب أحمال الرياح. احنا الخطوة اللي فاتت حسبنا أحمال الزلازل، دلوقتي نحسب أحمال الرياح، وهي بتعتمد على عرض الواجهة وعلى المنطقة اللي أنا بحسب فيها وضغط الهواء فيها وعلى الارتفاعات بتاعة الأدوار بتاعتي. ندخل على برنامج صغير برضو جاهز هنا نحسب بيه الويند لود، أحمال الرياح، عدد الطوابق بتاعتي 8. العرض المواجه للرياح هندخله مرتين، مرة هندخل العرض في اتجاه واي علشان نطلع القوة في اتجاه اكس، ومرة هندخل العرض في اتجاه اكس علشان نطلع قوة الرياح في اتجاه واي. يبقى اذا قوة الرياح بتعتمد على طول الواجهة العمودي عليها. فهنا بالنسبة لي في الساب هنا لو جبنا الاكس واي بلان وجبنا الاندي فورمت شيب، شو اندي فورمت شيب بحيث يظهر لي الجريد، النقطة دي كده عند اكس بصفر والنقطة دي عند اكس ب16.5، يبقى اذا اقصى عرض للواجهة 16.5. يبقى اذا القوة بتاعة الرياح في اتجاه واي هتبقى في نص الواجهة وعمودية على الواجهة اللي هي 16.5، يعني الواجهة دي 16.5 متر. هتطلع لي ويند واي، عايز اطلع برضو ويند اكس، تبقى في نص الواجهة دي، هتبقى عمودية على الواجهة دي. يبقى انا هدخل البرنامج دلوقتي الواجهة اللي هي طولها 14 متر وربع، الطول ده كله 14 وربع، وهنا ديت طولها كله 16 ونص. يبقى 16.5 هنحسب منها الويند واي، وال 14 وربع نحسب منها الويند اكس. ندخل هنا نعمل 14 وربع الاول وليكن المنطقه داخل جمهوريه مصر العربيه الزقازيق، ارتفاع الدور الارضي 5 والدور المتكرر 3. نضغط على النتائج ونحفظ الملف في تكست فايل النتائج بتاعتي. هنسمي الملف ده وليكن ويند اكس. يبقى دي قوه الرياح في اتجاه اكس، طالما انا مدخل العرض اللي هو 14 وربع يبقى هنطلع الايه الويند اكس. اوكي هيحفظها لي على الديسك توب باسم دبليو اكس، ونعمل اوكي هيفتحها لي. يبقى قال لي الدور الارضي اللي هو عند اللي هو اول سقف عليه قوه رياح 5، والسقف الثاني عليه 3، والسقف الثالث عليه 4، وهكذا لحد الدور الثامن. دي هننزلها تحت هنا، يبقى دي كده ايه الويند اكس. ونغير بس العرض، بدل ما هو 14 وربع نخليه 16.5،
ونفس المدينة ونفس الارتفاعات برضو، بنعمل نضغط على نتائج بس كده، ونحفظ الملف هنا باسم ويند واي. كده طلع لي برضو قوة الرياح على كل دور في اتجاه واي، اهم اكتب لي ان دي قوة الرياح في الدايركشن البربندوكلر تو الويدث اللي هو 16.5 يعني في اتجاه واي. نقفل البرنامج ده.